إخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير. اللي مازال ما تابوناش في القناة يتابونا، دير الاشتراك، دير الاشتراك الإخوان باش تشجعونا. الله يرحم لكم الوالدين، ديروا الاشتراك في القناة وتفرج في الفيديو. إلا عجبك دير لايك، إلا ما عجبكش دير حتى ديزلايك، وقلنا في تعليق علاش ما عجبك الفيديو. ماشي مشكل، كلهم تشجيعات الإخوان. البسن قريب يكمل، ها انتم الاخوان، البسن قريب يكمل تبارك الله. راه شي سيمانه وحنا كنخدموا فيه باش نتحركوا لعند الكريسون، راه هو اللي خدام. ها انتم 3 متر ديال الغرق، 3 متر ديال الغرق اللي حفرين، ومازالنا 3 اخرى في التراب، يعني راه 6 متر اللي فيه، 6 متر واقفه. راه ماشي سهله. البسن فيه 52 على 52 على برا، من برا من الفوق فيه 39 من التحت، 39 على 39. ها هي الديصندا ولا الباب، كاين اللي كيقولوا لها الديصندا، كاين اللي كيقولوا لها الباب. الديصندا ها هي، حنا فين كنهبطو وكنطلعو وغنسدو من اللي نساليو ان شاء الله الرحمن الرحيم، غنسدو باش يعطينا بس نزين ان شاء الله. المهم راه بقات لنا فيه نهار ولا يومين ونحفروا لاكاب عاوتاني ونبداو في الطالو. ما في الطالو ان شاء الله راه نصور لكم عاوتاني الطالو والباب ان شاء الله. ها انتم الاخوان الدري خدام، واحد نسيت الفوقاني مكرفس لنا الماكينه وكلا العصا، واحد نسيت الفوقاني ديال البيران، ولكن معليش. راه كنعاودو دابا في التراب باش نطلعو الفوق. يسدقو لي بزاف التراب، كيطلع لهم اللور. شون الاخوان نطلعوا الفوق باش نشوفوا واش كيدير لنا الفوق. هذا راه بغينا الطراب بزاف، خاصنا الطراب بزاف. ها انتما هادشي اللي عندنا ديال الطراب، ها جوج عرارم خلاص تبارك الله، راه كاين الخير. البنايه حتى هما راه كيبنيو ستاسيون ديال البسان.